نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى سجن شديد الحراسة من ضمن قصصنا الخمس لهذا اليوم. أهلا بكم. قصتنا الأولى مع العرض المغري الذي تقدمت به شركة سياحية لمن سيتوقع كيف ستكون نهاية الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش. العرض يشمل إقامة 7 ليال في فندق 5 نجوم وأن تعيش أجواء المسلسل من خلال تجولك في مكان تصويره في كرواتيا. وسيحصل الفائز المحظوظ أيضا على فرصة للاستمتاع بزيارات إلى جزيرتي هفار وفيس باستخدام القارب السريع. يمكنك زيارة موقع عربي بوست لمعرفة كيفية الاشتراك في المسابقة. قصتنا الثانية مع المرأة الذي دفع زوجها ثمن خطيئة قامت بها بعد أن شاركت في مسابقة لملكات الجمال، وإلى جانب أنها زوجة قس فقد قامت بذلك خلال فترة الصوم الكبير في الديانة المسيحية، وعقب زوجها بأن نقل إلى قرية روسية نائية. وفازت أوكسانا التي تدير صالون تجميل في إحدى مدن روسيا بجائزة ملكة جمال الإغراء في المسابقة، ما أثار موجة من الانتقادات. وأعلن كبير الأساقفة أن ذلك خطيئة كبرى عندما تعرض زوجة كاهن نفسها في مسابقة للجمال. وفي خبرنا الثالث، فشل لص في السطو على بنك في مدينة طنجة المغربية بعد أن دخل ومعه سكين بحجم كبير ليطالب الموظفين بتسليمه الأموال. ويبدو الشاب حسب الفيديو الذي نشره موقع إسبريس المغربي وقد حوصر بعد أن فشل في تحقيق مراده، بل إنه حاول الخروج من البنك لكن الأبواب كانت أوصدت بواسطة حارس البنك وأحد الزبائن اللذين خرجا سريعا. ووصلت الشرطة سريعا ليتمدد اللص الفاشل على الأرض معلنا استسلامه. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تلقيه التهاني من زعماء دول عربية وإسلامية عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة. وقال في خطاب احتفالي أمام نحو 2000 من أنصار حزب الليكود إنه تلقى تهاني من قادة عرب ليس من واحد أو اثنين بل من الكثير منهم، مضيفا هناك أمل كبير حيال المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة. قصتنا الخامسة مع خبرنا الأبرز عن مصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي قال مصدران من عائلته إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم. وأعلنت أوغندا استعدادها النظر في منح الرئيس المعزول وعائلته حق اللجوء لديها إن هو أراد ذلك، لكن مصدرا آخر قال إن هناك اتفاقا لنقل البشير للإمارات ليستقر ويعيش هناك. وكان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد تعهد بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليمه. بهذا الخبر نصل للختام، لكن لا تنسوا أن بإمكانكم مشاهدة الموجز مباشرة على منصتكم المفضلة من خلال حساب عربي بوست على واتساب. اضغط زر اشترك الآن كي يصلك جديدنا سريعا. نراكم في موجز جديد.